الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة. الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون العسكري المشترك بين مصر والولايات المتحدة. الفريق أول محمد زكي يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان الخاصة بمبادرة حياة كريمة. وجه الرئيس السيسي بمواصلة التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لتنفيذ مختلف المشروعات القومية ذات الصلة بمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، مع المتابعة الميدانية للموقف التنفيذي بشكل دوري والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، أخذا في الاعتبار ما ستسهم فيه تلك المشروعات من تحسين للمستوى العام لكافة جوانب الحياة المعيشية للمواطنين في الريف المصري على مستوى الجمهورية. كما تابع الرئيس السيسي كذلك المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية. استقبل الرئيس السيسي اليوم الفريق أول مايك كورالا قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية. وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء على أهمية التعاون العسكري المشترك في إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين الولايات المتحدة، والتي تمثل ركيزة أساسية لصون السلم والأمن بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها والتي تتطلب تضافر كافة الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار، وفي مقدمتها الإرهاب الذي يتطلب بذل كافة الجهود الجماعية لمكافحته، مستعرضا سيادته في هذا الصدد جهود مصر على المحاور والاتجاهات الاستراتيجية لاكتفاف هذه الآفة من جذورها. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول مايكل كورولا قائد القيادة المركزية الأمريكية. المزيد في سياق هذا التقرير. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. تناول اللقاء عددا من موضوعات الأمن الإقليمي ذات الاهتمام المشترك وسبل تعميق علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بعلاقات الشراكة والتعاون الممتد بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وتطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون المشترك في المجالات العسكرية. فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحوري التي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة، مؤكدا على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة. قد التقى الفريق أول مايكل كوريلا والوفد المرافق له، وتناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري في مجالات التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والقائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة. وصلت قوات حرس الحدود جهودها في توجيه الضربات القاسمة للعناصر الإجرامية. المزيد في سياق التقرير التالي. استمرارا لجهود قوات حرس الحدود في توجيه ضرباتها القاسمة للعناصر الإجرامية والمهربين وإجهاض المخططات والمحاولات التي تستهدف الإضرار بالمجتمع وبالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، تمكنت قوات حرس الحدود على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وأثناء تنفيذ مهامها بمنطقة بحر الرمال الأعظم جنوب واحة سيوة، من إحباط عملية تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة، حيث تم ضبط عربتي دفع رباعي بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية في أعمال التسلل والتهريب. كما تم ضبط 7 بنادق قناصة FN وعدد 2 رشاش كلاشينكوف و13 بندقية آلية و5 بنادق بريتا و RPG
ورشاش عيار 12.7 واثنين رشاش عيار 14.5 وثماني خزن آلية وسبع خزن قناصة FN واثنين دانة RPG فضلا عن ضبط 1162 طلقة مختلفة الأعيرة وهاتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية. كما نجحت عناصر قوات حرس الحدود في ضبط 1,000,000 قرص مخدر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المهربين. هذا وتواصل قوات حرس الحدود جهودها المكثفة ضد الخارجين عن القانون وفرض سيطرتها الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة لتأمين حدود مصر بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية للدولة. واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم المخدرات. المزيد في سياق هذا التقرير. تتواصل الضربات الأمنية الحاسمة التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار وجلب المواد المخدرة، ضربات تسهم في تجفيف منابع المخدرات وإحباط مخططات ترويجها. في هذا الإطار نجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر في ضبط 5,348 قاضية مواد مخدرة. تمكنت خلال هذه الفترة من ضبط قرابة 10.5 طن من مخدر البانجو وكمية من مخدر الحشيش تزن نحو 1.5 طن وما يقارب 128 كيلوغرام ونصف من مخدر الهيروين. كما نجحت في ضبط أكثر من 51 كيلوغرام من مخدر الاستروكس ونحو 23 كيلوغرام من مخدر الآيس وكميات من مخدرات الأفيون والكوكايين والفودو والقنب تزن أكثر من 23 كيلوغرام. وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة تم ضبط قرابة 19,000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون وأكثر من 33,000 قرص مخدر لعقار الترامادول ونحو 110,000 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 160 مليون جنيه. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 5 قضايا غسل أموال بقيمة إجمالية قرابة 102 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 14 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان. هذا العدد الكبير من القضايا التي تم ضبطها والكميات الكبيرة من المواد المخدرة التي نجحت الأجهزة الأمنية في ضبطها تسهم في الحفاظ على الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وتؤكد على القدرة والاحترافية والجاهزية الكبيرة للأجهزة الأمنية في مواجهة محاولات إغراق البلاد بالمواد المخدرة.